أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. الميليشيا الحوثية قبل أن تفر من أي مواجهات تزرع المناطق التي يتم دحرها منها بكميات من الألغام والمتفجرات، لكن الأنباء التي ترد من مناطق المواجهات في مديرية حريب محافظة مأرب تؤكد زراعة ألغام ومتفجرات بشكل هستيري وفي أماكن تؤكد النزعة الإجرامية للميليشيا الحوثية، وتؤكد وفق تحليل عسكري انهزامها وتراجعها ولجوءها إلى الألغام في محاولة لإعاقة تقدم الأبطال، ولكن ذلك غير موجود في قاموس من نزعوا ما يقارب من 4000 لغم، والتقدم مستمر. هذا ما سنتناوله في المحور الثاني من هذه الحلقة. وفي المحور الأول سنتناول تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، كيف سيسهم في إيقاف كل انتهاكاتها، وماذا بعد تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، حيث طالبت جامعة الدول العربية بهذا التصنيف. في دورة غير عادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق المدنيين، وكذا القصف المستمر بالصواريخ البالستية التي تهدد الأمن الإقليمي. الدول العربية في بيانها الختامي طالبت تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على مخيمات النازحين والقرى الهائلة بالسكان في مأرب وشبوة والساحل الغربي. هذا الهجوم يأتي في وقت تزداد وتتكثف فيه وتيرة الهجمات والاعتداءات الإجرامية المتتالية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، والتي تستهدف المدن والسكان الآمنين ومخيمات اللجوء والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، كما تتزامن كذلك مع الهجمات التي ظلت الميليشيا الحوثية تشنها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة التجارية الدولية. لقد مثلت هذه الممارسات المستهجنة تصعيدا خطيرا كانت من نتيجته إطالة أمد الحرب والدمار في اليمن، والإمعان في إطالة معاناة الشعب اليمني والمأساة الإنسانية المريرة الغير مسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني. وأكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيا الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية ولردع ومواجهة الفضائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية. وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الأمن في دورته العادية القادمة 157. وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وتعد تهديدا حقيقيا للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقويض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرا على خطوط الملاحة التجارية الدولية. أهلا بكم وأرحب بالأستاذ نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام والأستاذ بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. مرحبا بكم أستاذ نجيب، مرحبا بك. مرحبا بك وبضيفك الكريم. نعم أستاذ، ما أهمية هذه المطالبة وما المتوقع بعد هذه المطالبة؟ نعم، هو الأهم في ما في القرار هو الإدانة، لكن أهم ما في القرار هو مطالبة الدول بتصنيف الحوثية كحركة إرهابية. أنا أعتقد أنه هذا مهم، والجامعة العربية من خلال الأمين العام وأيضا من خلال جهود التحالف وجهود الشرعية عليهم أن يسيروا بهذا الاتجاه لإقناع الدول بعدم التأثير، يعني بتصنيف الدول العربية أولا كمقدمة أساس،
بتصنيف الحوثية كحركة إرهابية. وأنا أعتقد أنه أيضا على الشرعية أيضا أن تتبنى قرار مثل هذا في تصنيف الحوثية كحركة إرهابية. أنا أعتقد أنه هذا من إحدى عوامل الضغط الأساسية التي ستحد من مسألة قمار الحوثية وتوظيفها لصالح. في هذا الإطار ما أهمية أن تتحرك الشرعية وتلتقط هذا الإجماع من الدول العربية؟ هو نعم هذا إجماع ويعني فريد من نوعه، ليس فقط داخل الجامعة العربية حتى داخل مجلس الأمن كان هناك إجماع في إدانة الحركات الحوثية وفي الأعمال التي قامت بها الحوثية، وذكر أن كل ما تقوم بها من أعمال هي أعمال إرهابية، وهذا يعطي مؤشر ويؤسس لفكرة التصنيف ليس فقط على المستوى العربي حتى على المستوى الدولي، وبالتالي على الشرعية أن تتحرك ضمن أن تستغل هذا الإجماع وأن تتحرك أولا لكي تصنفها كحركة إرهابية وتجرمها كميليشيا وكعقائد سياسية كهانوتية تنقض فكرة الجمهورية، والمسألة الأخرى أن تتحرك الدبلوماسية الشرعية للتواصل مع الدول للسير باتجاه تصنيف الحوثية كحركة إرهابية. أستاذ نجيب ببقى معي إذا سمحت. أستاذ بشير مرحبا بك. أهلا بك وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. برأيك يعني إلى أن يتم هذا التصنيف كيف سيدين هذا التصنيف إن تم إيران والميليشيا الحوثية أحد أدرع إيران في المنطقة؟ هذه الخطوة العربية التي حظيت بإجماع منقطع النظير لم تتجاهل الدور الإيراني، لأن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية اليوم تضمن إشارات واضحة للدور الإيراني الداعم لميليشيا الحوثي ولمسؤولية إيران عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الانقلابية في اليمن، كون التسليح والتخطيط والتمويل يأتي من قبل طهران. ومن ثم كان القرار شاملا وجامعا حينما لم يقف فقط عند حدود الممارسات الحوثية الإرهابية، وإنما أيضا طاول الدور الإيراني الداعم لهذه الممارسات جميعها. ومن ثم كانت الرسالة واضحة لإيران، إن كانت تتطلع إلى علاقات أفضل مع الدول العربية عليها أن تتخلى عن فكرة دعم الفصائل الولائية والميليشيات الموالية لها لا سيما في اليمن، خصوصا وأن هذه الميليشيات باتت مصدر تهديد ليس فقط للدول التي تعاني من أزمات كسوريا والعراق واليمن، وإنما حتى للدول العربية المستقرة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هنا تبقى كل الادعاءات الإيرانية بشكل وحتى وحتى للأمن والسلم الدوليين والملاحة الدولية. يعني اليوم تم إيقاف سفينة قادمة من إيران تحمل أسمدة تستخدم في المتفجرات. بالضبط، يعني مسألة كمان أيضا الملاحة البحرية ومسألة أمن الطاقة العالمي، هذه أمور باتت مهددة من قبل جماعة الحوثي التي استغلت اتفاق ستوكهولم عام 2018 لإيجاد مظلة للانتهاكات والخروقات لتهديد الملاحة والسيطرة على الموانئ البحرية من أجل مباشرة أعمال القرصنة. ومن ثم كان اجتماع جامعة الدول العربية اليوم مكملا لما توصل إليه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي من الإدانة الواضحة لهذه الممارسات الحوثية المدعومة من إيران. ومن هنا جاءت الإدانة ليس فقط للحوثي وإنما أيضا لإيران، سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل جامعة الدول العربية. نعم أستاذ بشير، الدول العربية بعد أن يتم تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية كيف يمكن أن تساهم وتجعل هذا القرار أكثر قوة وفاعلية؟ هذا القرار يمكن أن يصير أكثر قوة وفاعلية إذا ما ترجم لسياسات وإجراءات على أرض الواقع حيال الجماعة الحوثية وإيران، بمعنى تضييق الخناق على هذه الجماعات قدر المستطاع تمويلا وتسليحا ودعما لوجستيا وحتى على المستوى الدعائي، أيضا ممارسة الضغوط من خلال المجموعة العربية في الأمم المتحدة من أجل تسريع إجراءات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل المنظمة الدولية، استغلال الثقل العربي في
في الأمم المتحدة ولدى العواصم القرار الغربية سواء في واشنطن أو في بروكسل أو غيرها، من أجل حمل المجتمع الدولي على التعاطي مع الجماعة باعتبارها منظمة إرهابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد الاقتصادي والقانوني، بمعنى يعني فرض عقوبات مشددة عليها، تجميد أرصدتها، منع مسؤوليها من السفر، أيضا توقيف أي مسؤول تابع لهذه الجماعة في أي دولة، اتخاذ إجراءات ردعية ضد هذا التنظيم، ومن ثم يستوجب ما جرى اليوم في الجامعة العربية تحركات جادة في العواصم القرارية الغربية من أجل توحيد الجهود العربية والدولية لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات على أرض الواقع. أستاذ نجيب، ما أهمية توحيد الجهود وتوحيد الأصوات لمطالبة المجتمع الدولي بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية، وكيف يمكن أيضا قطع الطريق على الميليشيا الحوثية؟ يعني سبق أن تم تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية وأبعدت من هذا التصنيف. نعم، هذا الإجماع في غاية الأهمية. أولا على المستوى العربي، توحيد الرؤية العربية فيما يخص التعامل مع الميليشيات الحوثية برؤية واحدة موحدة، وأوضح ما يمكن من خلال هذا البيان الذي أصدر عن المجلس. أنا أعتقد أنه مهم جدا هذا البيان، وهي رسالة واضحة أيضا لإيران وللحوثية في الوقت نفسه، وأيضا الرسالة لليمنيين كلهم أن العرب جميعا معهم ضد هذه الميليشيات، ورسالة أيضا للسعودية والإمارات أنه أمن أي دولة عربية لا يعني لن تتمكن يعني أذرع إيران من تهديد هذه الدول كما تعتقد إيران، وبالتالي العرب سيقفون صفا واحدا. وأنا أعتقد أنه هذا من أهم البيانات فيما يخص مسألة مواجهة هذه المنظمات. الأهم من ذلك هو السير باتجاه التصنيف كحركة إرهابية، ثم اتخاذ الإجراءات المتعددة المبنية على هذا التصنيف. فيما يخص المجتمع الدولي، أنا أعتقد أنه لا بد أن تسعى الكتلة العربية بشكل كامل عبر الضغط الدبلوماسي وعبر تواصلها. هناك مصالح كثيرة مع العالم، مقارنة مصالح العرب بالحوثية لا يوجد مقارنة بالمطلق، وبالتالي العرب إذا اشتغلوا ضمن إطار هذا القرار اللي اتخذ اليوم في الجامعة العربية وضمن إطار الإدانات التي صدرت من مجلس الأمن، ما أعتقد أن الأمر ممكن يقود إلى تصنيف الحوثية كمنظمة إرهابية عالمية، وهذا سيكون له تأثير كبير في تثبيت السلام في اليمن وتمكين اليمنيين من الخلاص من هذا الذراع الإيراني. طيب أستاذ بشير، كيف يمكن لهذه الخطوة إن تمت وهذا التصنيف إن تم أن يوقف انتهاكات الميليشيا الحوثية ضد المدنيين وضد يعني الملاحة الدولية وضد دول الجوار وضد اليمنيين؟ تم تفعيل قرارات تجفيف منابع الدعم لجماعة الحوثي، الدعم المالي، الدعم العسكري، الدعم اللوجستي، ستغدو قدرات هذه الجماعة على ممارسة الانتهاكات أقل، لأن جاهزيتها العسكرية ستكون أضعف، إمكاناتها المالية ستكون أقل، ومن ثم لن يكون في وسعها ممارسة هذه الانتهاكات بشكل مكثف كما هو الحال الآن. إذا ما مورست الضغوط على إيران بشكل جاد من المجتمع الدولي ومن الجامعة العربية، يمكن تقليص الدعم المقدم إلى الحوثي، ومن ثم سنشهد تراجعا في كل العمليات الإرهابية والانتهاكات والخروقات التي تتم ليس فقط على مستوى المدنيين في اليمن والأعيان المدنية، وإنما أيضا على صعيد دول الجوار التي تعاني من هذه العمليات بشكل أو بآخر، فضلا عن تقليص قدرات الجماعة الحوثية في تهديد الملاحة البحرية وتهديد أمن الطاقة العالمي سواء في باب المندب أو في البحر الأحمر على وجه العموم. ومن ثم تبقى الوسيلة المثلى هي تحويل الإدانات الدولية إلى إجراءات زجرية قاسية ضد جماعة الحوثي ومن يرعاها في طهران، هنالك يمكن أن نرى نتائج مثمرة لهذه التحركات العربية والدولية. أما إذا توقف الأمر عند حدود الإدانات وإصدار القرارات فقط من دون تحويل كل ذلك إلى إجراءات عملية، فسيبقى التهديد الحوثي قائما للشعب اليمني ولدول الجوار وللملاحة البحرية وللأمن العالمي ككل. نعم، الأستاذ بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب. وهو سؤالي الأخير،
لكم الإجراءات الكفيلة بإدراج الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية؟ أهم إجراء أنا أعتقد في المرحلة القادمة لتصنيف الحوثية كمنظمة إرهابية، أنا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية الجديدة لو أعادت تقييم مسار ما حصل خلال 21 بعد أن تم 2021 بعد أن تم إلغاء الحوثية، ارتفعت عملياتها الإرهابية ضد الجوار وضد اليمنيين 400%. هذا واحد، تضخمت انتهاكاتها، أفشلت الجهود الدبلوماسية كلها، فاقمت من الحالة الإنسانية، وبالتالي أنا أعتقد أنه التصنيف الأمريكي سيكون هو البداية. هل ستصنف عربيا؟ أنا أعتقد أنه كثير من الدول ممكن تسعى، بالنسبة للسعودية والإمارات هي مصنفة إرهابيا، لكن أهم من كل ذلك هل الشرعية لديها قدرة أن تصنفها أولا قبل غيرها كحركة إرهابية، ثم تسعى عبر دبلوماسية متعددة لإقناع العالم أنه انتهى الأمر فيما يخص التعامل مع الحوثي إلا باعتبارها حالة إرهابية. أنا أعتقد أن هذا الأمر أيضا سيساعد الأطراف المعتدلة داخل بنية الحوثية وكذلك القوى المتحالفة معها بأن تعزل هذا الجناح المتطرف المرتبط بإيران، ربما يقود ذلك إلى سلام ويشجع القوى اليمنية على الوصول إلى قناعة أن الحوثية لا يمكن أن تكون دولة هي مصنفة إرهابيا، وبالتالي قدرتها على التحول إلى دولة تصبح مستحيلة ويصبح الخلاص منها هو الطريق الوحيد، سواء كان عبر عملية سياسية أو عبر أعمال عسكرية أو ثورة شعبية. الأستاذ نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونذهب. نعم نعم، إذن أهلا بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة. سنتحدث عن مجموع وكمية الألغام الكبيرة التي زرعتها الميليشيا الحوثية في مديرية واحدة فقط، ومحاولة إعاقة تقدم الأبطال، أبطال ألوية العمالقة والمقاومة، والاتجاه إلى ما هو أبعد من مديرية حريب. وهنالك أنباء أيضا تتحدث عن نزع ألوية العمالقة لكمية كبيرة من الألغام والمتفجرات، والتقدم مستمر. إذن عقب هذا الفاصل نناقش هذا المحور. الأستاذ محمد علوان، عضو الفريق 26 مساء، مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أخي. نعم، حدثنا عن الألغام والمتفجرات التي نزعت من مديرية حريب. أخي العزيز، في هذه الأيام تم انتزاع ألغام كثيرة جدا، ووقعنا الآن خلال هذا الشهر ألغام رعاية جديدة ومبتكرة هي أكثر إجرامية وأكثر وحشية، أولا الميليشيا الحوثية من وضعها الطبيعي الدولي المعروف إلى أصبحت أكثر وحشية وإجرامية. نعم، هنالك أنباء تتحدث عن نزع ما يقارب من 4000 لغم في مديرية واحدة فقط. نعم، هذه خلال هذه الفترة طبعا ألغام ومفخخات وخداع شراكية وألغام عربات بجواتات تحولت من ألغام عربات إلى ألغام تركية محرمة دوليا، كل هذه خلال هذا الأسبوع. اليوم طبعا لعلكم سمعتم في جانب لغم الأسبوع وراح تقريبا 13 سنة و15 سنة و17 سنة، هذا اليوم مهرج. أين هذا بالضبط؟ هذا في إدارية قروش مديرية حيث محافظة الحديدة، هذا اليوم ظهرا. نعم، طبعا لا يمر يوم من الأيام إلا مجاورة مع انفجار بالمدنيين. نعم، ننتظر أيضا التواصل بالأستاذ سامي حيمد والعميد أمين العقيلي لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، أيضا بمراسلنا للمستجدات. أستاذ محمد، سنعود الاتصال بك حتى يتضح الصوت أكثر. وأنا أتحدث اليوم عن كمية الألغام والمتفجرات التي تمت زراعتها في مديرية حريب، ونزع الأبطال هنالك الألغام والمتفجرات وتقدموا باتجاه مواقع مهمة، هنالك تحرير لعدة مناطق في الحجب، مديرية
عين ومركز مديرية عين وأيضا في مديرية حريب، هنالك حديث عن التحرك باتجاه ملعى وما هو أبعد من ملعى، حيث كانت الألغام والمتفجرات عائقا كبيرا أمام تحرك الأبطال. بالنسبة لهذا العدد الكبير من الألغام والمتفجرات، يعني نتحدث عن ما يقارب، وهذه المعلومات من الميدان، ما يقارب من 4000 لغم، يعني كمية كبيرة مقارنة بالمديرية التي نزعت منها هذه الألغام والمتفجرات. وهنالك أنباء ترد عن وجود يعني ألغام ومتفجرات مزروعة في أماكن لا تمت حتى لأخلاقيات الحرب بصلة، والأنباء أيضا ترد عن التقدم باتجاه قطع الطرق وخطوط الإمداد للميليشيا الحوثية والتحرك إلى محافظة البيضاء وإلى مديرية الجوبة، وأيضا يعني التحام القوات المشتركة وألوية العمالقة مع القوات الحكومية، حيث أن القوات الحكومية أيضا تحقق انتصارات في الجبهات، جبهات محافظة مأرب. أستاذ محمد. نعم الأستاذ محمد تحدث أيضا عن ضحايا الألغام والمتفجرات اليوم، هنالك ضحايا في مديرية حيث انفجر لغم وأودى بحياة شخصين. أستاذ محمد، أستاذ محمد. نعم نعم. طيب أستاذ محمد، كيف يمكن للفرق نعم هل تسمعني أستاذ محمد؟ أستاذ محمد، نحن نقدر جهودكم أستاذ محمد، ولكن كيف يمكن للفرق الهندسية بمختلف بمختلف مسمياتها ومختلف يعني تشكيلاتها أن تتحرك في الأماكن التي يتم تحريرها لنزع كل الألغام والمتفجرات حتى لا نسمع عن أخبار يعني أخبار مؤلمة كالخبر الذي قلته قبل قليل في مديرية حيس؟ أخي العزيز، هذا حقيقة يعني واجب الفرق أن تتحرك خلال هذه الفترة وفي المناطق التي تم تحريرها مؤخرا من قبل القوات المشتركة، يحتم عليها أن ترفع من وتيرة الأمل حتى يتم ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني تطهير هذه الارض، ولا نسمع بمثل هذه الحوادث التي تؤلمنا كثيرا. طبعا الطرق بمختلف مسمياتها، سواء تابعه للمشروع السعودي وسام او تابعه للقوات المشتركه او يامات، هذه الان تعمل بوتيره عاليه، لكن في كميه الالغام التي تم زراعتها يعني بكميات كبيره وفي اماكن كثيره، في اماكن الرعي والمزارع والمدارس والبيوت، كل هذه حتمت علينا ان نستمر في الامل، لكن رغم هذا ايضا تحصل حوادث. طيب، ونحن ايضا نتمنى لكم السلامه ولكل الفرق الهندسيه وللمواطنين، يعني كيف يتم التعامل مع يعني كميه هذه الالغام الكبيره، وايضا يعني هنالك زراعه مموهه ويعني في اماكن لا يتوقعها يعني بشر. كيف يتم التعامل معها؟ هذا نحاول ان نتعرف على الطرق التي تم بها الزراعه، وحسب المعايير الدوليه نعمل على يعني الاحتياطات السلامه، ونقوم بتفكيك هذه المخخخات، التعرف عليها، التواصل بالخبراء في القوات المشتركه وفي اليامات وفي المشروع السعودي، حتى نعمل على تفكيك هذه الالغام التي تم اختراعها وتحويلها من عربات الى ثلجي، وايضا تحويل الصواريخ الكبيره الى مفخخات يتم تفجيرها من خلال البواشي او الافراد الاطفال او غيرها. هذا اخي نزال في التجارة والوحشيه التي تستخدمها الميليشيات الحوثيه هذه الايام في كل المناطق. طبعا البيوت، المدارس، الاراضي، المراعي، هذه ليست اماكن عسكريه ولا توجد فيها مواقع عسكريه ولا توجد على طرق تمر بها قوات عسكريه، لكن لا نعرف
ما الذي تريده الميليشيات الحوثية من هذه الزراعة؟ هل تريد أن تهدف الحرب والنفط في اليمن؟ هل تريد أن تجعل في كل بيت مأتم؟ هل تريد يعني أن تصيب الأطفال والشيوخ والنساء والأغنام والواش كل هذا؟ هل ترفعون هذه هذه التساؤلات هل ترفع للجهات المعنية؟ هل ترفع للمنظمات المعنية؟ هل ترفع للمجتمع الدولي؟ لماذا تزرع الميليشيا هذه الألغام بهذه الكميات وفي مدارس وفي يعني أماكن يعني ليست أماكن مواجهات؟ أخي العزيز أنت تدرك أنت تعرف ذلك ومن خلال قناتكم قناة اليمن اليوم التي تحدث كل هذا الإجراء العالم ينظر إلى هذا، لكن نحن نستغرب أين المجتمع الدولي؟ لماذا ينظر ولا يتكلم؟ لماذا يمر هذا الإجراء من دون محاسبة لهذه الميليشيات؟ الناس تتساءل عن المجتمع الدولي هذا الذي يتكلم عن القوانين الذي تم إبرامها بين الدول اتفاقة أثار وهذه وغيرها، أين موقعها؟ لماذا لا يتم محاسبة هذه الميليشيات؟ بهذا التساؤل نحن نبحث عنه، اما رفعها الاعلام ينقل القنوات تنقل كل الامه تعرف ما الذي يحصل وكم يعني التفجيرات التي تحصل يوميا كم يذهب من الافراد، لكن لا نعرف نحن لماذا يصمت هذا المجتمع الدولي الذي طيب استاذ محمد الحوالي. استاذ محمد استاذ محمد كفرق نزع الألغام، يعني هنالك مسميات البرنامج الوطني لنزع الألغام، المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، مركز مسام، وأيضا هنالك يعني فرق تنزع الألغام تتبع الألوية وتتبع الأبطال الذين يتقدمون ويواجهون الميليشيا الحوثية في كل المناطق. هل يتم التنسيق يعني بشكل يعني مشترك مع بينكم جميعا لتحديد المناطق التي سيتم نزع الألغام منها والمتفجرات؟ يعني اليوم هنالك حديث عن تحركات للأبطال في محافظة تعز، هنالك حديث عن تحركات في مديرية حريب، وأبعد من مديرية حريب أيضا يعني المديريات التي تم تحريرها في محافظة الحديدة. هل يتم تنسيق هذه الجهود بشكل يعني مشترك بينكم جميعا حتى نصل إلى يعني نزع كل الألغام؟ أخي عزيز نعم يتم التنسيق لكن ليس بالمستوى المطلوب حقيقة. طبعا المشرفة طرق مسام بالحديدة الأخ سامي حيني يقوم بالتواصل مع كل الفرق الموجودة في الساحل، فرق التابعة للألوية والقوات المسلحة. التنسيق يعني يوجد تنسيق لكن ليس بالنسبة يعني بالشكل المطلوب الذي نريده. طبعا أخي العزيز الفرق التي تسمع الألوية بعضها يحتاج الى دعم والى تغيير الاجهزه، بعض الاجهزه خرجت عن الجاهزيه، الافراد ايضا يحتاجون الى تاهيل. هذا الذي نحن نسعى اليه الان في التنسيق مع بين المشروع السعودي مسار والقوات المشتركه. نعمل ان يتم تدريب الخبراء خاصه التابعين للاليه وانزادهم بالدعم اللوجستي من خلال الاجهزه والادوات المطلوبه، ايضا تدريبهم على الابتكارات التي تم ابتكارها من قبل الميليشيات الحوثيه. طبعا معروف جدا ان الميليشيات قامت بتحويل بعض الالغام من شكلها المعروف دوليا الى مخططات الدواسات، هذه اكثر اجراما، هذه تنفجر في الافراد في الاطفال في الاغنام في اي شيء، هذه تحتاج الى ان يتم تاهيل الافراد العاملين في القوات المشتركه والالويه. نعم الأستاذ محمد علوان عضو الفريق 26 مسام لنزع الألغام، شكرا جزيلا لك، الشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.